السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثامن، أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبخير يا رب. اليوم نواصل تفاعلات الكيميائية أنواعها بالنسبة للحرارة. رأينا آخر مرة التفاعلات الطاردة للحرارة، اليوم العكس، التفاعلات والعمليات الماصة للحرارة، يعني التي تمتص حرارة في حاجة إلى حرارة عكس المرة اللي فاتت. ما معنى تفاعلات ماصة للحرارة؟ هي تفاعلات كيميائية تمتص الطاقة الحرارية، واضحة من العنوان، واضح هي تمتص الطاقة الحرارية. سوف نرى أنواعها. عندما يحدث تفاعل ماص للحرارة فإن درجة الحرارة تنخفض. لماذا؟ لأنها تأخذ الحرارة من الوسط فينخفض الوسط، مثلا الكأس الذي فيه أو جسم أو أي شيء تنخفض حرارته. أمثلة على التفاعلات الماصة للحرارة، مثلا عندنا تفاعل بين بيكربونات الصوديوم وحمض الستريك. هذا بيكربونات الصوديوم وحمض الستريك هو ماص للحرارة، يحتاج حرارة. إيش يعطي هذا بيكربونات الصوديوم وحمض الستريك؟ يعطي سترات الصوديوم مع ماء مع ثاني أكسيد الكربون. إذا التفاعل هذا بكربونات الصوديوم والحمض السكري هو التفاعل هو الذي يحدث في فمنا عندما نتناول الحلوى الفوارة. عرفتوها الحلوى التي تفور في الجسم؟ عندما نأكل هذه الحلويات تذوب في الفم وتتفاعل، ويعطي التفاعل إحساس بفوران بارد ومنعش داخل الفم. كلكم تعرفوا الحلويات الفوارة. الحلويات الفوارة هي عبارة على بيكربونات صوديوم مع حمض الستريك، يعطينا سترات الصوديوم مع ماء مع ثاني أكسيد الكربون، وهو تفاعل ماص للحرارة اللي يعطي فوران، يعني نحس ببرودة. العمليات الماصة للحرارة، ما معنى عملية؟ عملية يعني عكس تفاعله. في تفاعل الأول اللي شفناه، وهذه عملية. عملية يعني لا تحتاج لتفاعل مواد مع بعض. مثلا هنا ثلج يذوب، انصهار الثلج هو تفاعل، هو عملية وليس بتفاعل. يعني عملية تحتاج إلى امتصاص الحرارة من الوسط كي يذوب الثلج. إذا مثلا ذوبان كلوريد البوتاسيوم في الماء، عند إذابة كلوريد بوتاسيوم هذا يذوب، فقط كلوريد بوتاسيوم يذوب في الماء. إذا يمتص حرارة. لماذا؟ لأن الكأس الذي أذبنا فيه يصبح منخفض بارد، فنقول بأنه يعني هو عملية ماصة للحرارة. لماذا لا نقول تفاعل؟ لأن التفاعل لازم يكون كلوريد مع مثلا حمض، مع يعطينا أشياء أخرى، لكن هذا عملية لأنه فقط يذوب. إذا الكلوريد البوتاسيوم يتسمى المذاب، والماء يسمى المذيب. هذه اللي يعني بسألكم في ورقة العمل، له هذا مذاب والماء، الماء دايما مذيب، الماء مذيب كوني، يذيب كل شيء. إذا والماء هو مذيب، تمتص طاقة حرارية من الوسط المحيط، لهذا تصبح الكأس باردة. يعني الكأس التي يذوب فيها كلوريد البوتاسيوم في الماء سائلة. هذا هو ملخص، هو موجود في الكتاب لكن أنا لخصته بهذه الطريقة كي يكون أكثر وضوح، وجاوبوا على ورقة العمل الواجب المصاحب أعددتها لكم أيضا، وشكرا على اهتمامكم.